فيلمنا بيبدأ مع داكلين، واللي بيبقى من المحاربين القدامى في الجيش، وبيكون عند الطبيب النفسي الخاص بيه، وده بسبب معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة مع الأرق والقلق والعصبية طول الوقت. وبيبقى كمان عازل نفسه عن كل أهله وأصحابه، وبيتكلم داكلين مع الطبيب وبيقول له إنه بقاله أسبوع بيحاول يتواصل معاه وهو ما بيردش عليه. فبيقول له الطبيب إنه كان مشغول، وقبل ما يكتب له على أدوية مختلفة بيقول له داكلين إنه بقاله سنة بياخد من أدويته اللي ما بتجيبش أي نتيجة. فبيقول له الطبيب إن هي دي أدواته وإنه ما عندوش وسائل تانية، وإن هو لازم يتواصل مع اهله ويطلع للعالم الخارجي ويحضر جلسات العلاج الجماعي. فبيقوله داكلين انه بيحاول يطلب منه هو مساعده وان ادواته كلها مش سليمه، وبيتعصب عليه وبيمشي وبيسيبه. وفي مكان تاني بيتحرك الضابط جيمس مع المساعده بتاعته لمكان اختطاف بنت من البنات، وبيستعين جيمس بجنود من البحريه بسبب قله رجال الشرطه، وبيقتحموا البنات المشكوك فيه وبيشتبكوا مع العصابه لحد ما بيقبضوا عليهم. وبيكمل جيمس طريقه في باقي المبنى، فبيهجم عليه زعيم العصابه واللي بيكون اسمه مايك، وبيجري جيمس وراه لحد ما بيوصلوا للسطح، وهناك بيضربوا بعض، وبيقدر جيمس يوقع مايك من على السطح وبيموت. وبيلاقي جيمس البنت المخطوفه واللي بتبقى ماتت بجرعه زياده من المخدرات وهي نايمه على السرير، وبيتضايق جيمس وبيرجع لمركز الشرطه وبيبلغ والدتها بموت بنتها، وبيظهر ان في عصابه كبيره بتخطف البنات وبتتاجر فيهم. وفي مكان تاني بتروح مايا لحبيبها زاك اللي بيشتغل كمسعف، وبيظهر انهم بيحبوا بعض جدا وبيبقوا قرايب، وبيرجعوا مع بعض البيت اخو مايا واللي بيكون اسمه براندن، وبيبقى عايش مع مراته جيس، وبيحتفلوا كلهم بمناسبه جواز مايا وزاك في اليوم اللي بعده. وفجاه بيجي ديكلان واللي بيبقى اخو مايا وزاك، وبترحب بيه مايا جدا لكنها بتعاتبه لانه مش بيتواصل معاهم ولا مهتم بيهم، فبيعتذر لها وبيقول لها انه مشغول شويه. فبتساله مايا لو هيحضر فرحها، فبيقول لها داكلين انه هيحاول، فبيستغرب مايا وبتقول له انها اخته، فبيقول لها داكلين انه بيتمنى لها التوفيق وانه مش عايز يوعدها بحاجه ويخلف بيها، وبيكمل وبيقول ان العلاقات صعبه وانه بيتمنى انها تقدر تكمل فيها. فبتضايق مايا وبتقول انه ما يعرفش حاجه عن العلاقات وانه مطلق مرتين، فبيقول لها انه اتخان مرتين في الوقت اللي كان فيه في الجيش. فبتعتذر له مايا وبتقول انها بتحب زاك وانها تكون سعيده، لكن داكلين بيقول لها ان عندها 23 سنه وما تعرفش اي حاجه عن الحياه. فبتتاثر مايا وبتمشي وهي بتعيط، فبيحاول زاك انه يهديها وبيطلب منها ما تتاثرش بكلام داكلين، وده لانه اتاذى وان الشخص اللي اتاذى دايما بيأذي اللي حواليه، وبيقول لها انه هيقضي معاها الليله، لكن مايا بتطلب منه يقضي حفله العزوبيه مع براندن زي ما هم مخططين وانها تخرج مع اصحابها. فبيوافق زاك وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها. وبعدها بيروح زاك وبراندن لنادي التعري في الوقت اللي بتخرج فيه مايا مع اصحابها في النادي، وبيخلي براندن زاك يدخل في علاقه مع البنات من النادي، وده لانها اخر ليله ليه كعازب، وبيتضايق زاك وما بيكونش عايز يخون حبيبته، لكن براندن بيحطه قدام الامر الواقع وبيدفع للبنات فلوس. في الوقت ده بتبقى مايا بترقص مع اصحابها البنات، وفجاه بيشوفها اتنين بيعجبوا بيها وبيحاولوا يعزموها هي واصحابها على مشروب، لكن مايا بترفض، فبيحاولوا يقربوا منها وبيلمسوها، فبتتخانق مايا معاهم وبتمشي وبتسيب الحفله، وبتتصل بزاك وبتقول له انها بتحبه. وفجاه بتيجي عربيه كبيره بينزل منها نفس الشخصين اللي كانوا بيضايقوها وبيخطفوها. في الوقت ده بيبقى زاك حاسس بالذنب ومش قادر يبطل تفكير في مايا، فبيقرر يخرج برا النادي، وبيسمع رساله مايا لكن مش بيسمعها كامله، وبيحاول يتصل بيها لكنها ما بتردش، بس بيقدر يتابع موقعها وبيلاقيها رايحه مكان مقطوع، فبيطلب من براندن يوصله، وبيروحوا لمكان مايا وبيحس زاك بالخطر، فبيتصل بداكلين وبيبلغه باللي حصل، وبيجي داكلين وبيسمع التسجيل الصوتي لمايا كامل وبيعرف انها اتخطفت وبيبلغ الشرطه، وبيحضر هو براندن مسدساتهم وبيقتحموا المكان، وبيلاقوا مجموعه كبيره من البنات لكن مايا مش بتبقى من ضمنهم، وبتيجي الشرطه تحقق معاهم، وبيقعد داكلين مع المحقق جيمس واللي بيطلب منه ما يتدخلش في القضيه وانه هيلاقي اخته بنفسه، وبيقوله ان العصابه دي محترفه وبيغيروا مكانهم دايما وهو هيعمل كل اللي يقدر عليه. وبيرجع داكلين وبراندن وزاك البيت، وبيقولهم داكلين ان الشرطه مش هتعمل حاجه وانهم لازم يدوروا على مايا بنفسهم، لكن براندن بيبقى خايف على مراته انه يسيبها، فبيقوله داكلين ان مايا اختهم وعيلتهم وما ينفعش يتخلوا عنها، وبيقتنع براندن وبيحضر الثلاثه نفسهم عشان يدوروا على مايا. وفي مكان تاني بتفوق مايا وبتلاقي نفسها في مكان مهجور، وبتفضل تصرخ على امل ان حد يسمعها. في الوقت ده بيتحرك زاك وداكلين وبراندن وبيروحوا لصديقه مايا واللي بيكون اسمها هايلي، وبيلاقوها مضروبه فبيسالوها على مكان مايا، فبتقول لهم ان في اتنين من تجار المخدرات اخدوها من النادي، وانهم تبع عصابه مخدرات واتجار بالبنات كبيره جدا، وبتكون تابعه لشخص اسمه ماكس، واللي رجالته بيخطفوا البنات المشردين وبيخلوهم يدخلوا في علاقه مع الزعيم، وبعدها بيجربوا عليهم انواع مختلفه من المخدرات، وبتقول لهم اي بنت فيهم بتحاول تهرب بيجمع ماكس كل البنات اللي عنده وبيخلوهم يتفرجوا عليها وهو بيحرقها وهي حيه. وبتحكي هايلي ان اخر بنت حصل فيها كده راحت المستشفى وبعدها اتقتلت، وده لانهم ما بيسيبوش اي حد يتعرف عليهم يهرب. فبيسالها داكلين لو عندها معلومات عن مكان ماكس ورجالته، فبتوريهم صوره ماكس وبتقول لهم على الاماكن اللي بيبقى رجالته متواجدين فيها، وفي المكان اللي بتبقى مايا مخطوفه فيه بيسمعها الاثنين اللي خطفوها، وبيدخلوا عليها الاوضه وبيبقوا عايزين يغتصبوها، لكن مايا بتقدر تضربهم هما الاثنين وبتهرب، لكن في طريقها بتقابل ماكس اللي بيمسكها وبيسال رجالته عن المكان اللي جابوها منه، وبيعرف انهم جابوها من نادي محلي، فبيتعصب ماكس عليهم وبيقول لهم انهم هيلفوا
لفتوا انتباه الشرطه ليهم، وان اكيد حد هيبلغ عن اختفائها، وانهم ما بيخطفوش البنات اللي ممكن يبقى ليهم اسره او حد هيحس بغيابهم. فبيعتذر الراجلين واللي بيبقى اسمهم مايكل ولوك، لكن ماكس بيقرر يقتلهم، بس بيجيله فكره احسن وبيدي المية المسدس وبيخليها تضرب النار على مايكل وبتنهار من الخوف. فبيطلب ماكس من لوك يرجع مكانها ويدور على منتج جديد زي ما طلب منهم، والا هيقطع له مناخيره وودانه في وقت واحد. فبيخاف له جدا وبيرجع مية مكانها وبيضربها وهو بيقول لها انها السبب. في الوقت ده بيبقى المحقق جيمس موجود في المشرحه وبيسمع من الطبيبه الشرعيه تحليلها عن جثه البنت اللي لقاها مقتوله. فبتقول الطبيبه انها لقت عقار مخدر ما بيستخدموش غير مع الحيوانات الكبيره زي الاحصنه والفيله. فبيتخض جيمس جدا وبيطلب من مساعدته وتدور على مهربين النوع ده من العقار. وبعدها بيلاحظ جيمس وجود جسم غريب في ايد البنت الميته. فبتقول الطبيبه انها اكيد جزء من عظمه، لكن بتقطع جلد المنطقه وبتلاقي جسم غريب فعلا. وبيعرف جيمس انه جهاز تحديد مواقع، وده معناه ان العصابه بتزرع في ايد كل بنت جهاز لتحديد موقعها عشان ما تهربش ابدا. وبيروح جيمس المدير وبيطلب منه القبض على ماكس بعد ما عرف انه مصدر للمخدرات وانه كمان بيتاجر في البنات وبيستخدمهم كفئران تجاره. فبيقوله مديره يبعت له الادله على مكتبه الاول. وفي الوقت ده بيرجع داكلان وزاك وبراندن البيت، وهناك بيحضر داكلان معدات الجيش وبيبقى معاه اسلحه ومضاد للرصاص وقنابل يدويه، وبيدرب داكلان زاك على استخدام الاسلحه، وده لانه بيبقى الوحيد اللي ما دخلش الجيش. وبعدها بيركبوا العربيه وبيتحركوا لمكان ماكس ورجالته، وبيلاقوا عربيه فيها رجاله ماكس وهي خارجه من المكان اللي هيلين قالت لهم عليه، وبيهجموا عليهم بالاسلحه وبيقدروا يقتلوا منهم ثلاثه، وبيقبضوا على الرابع واللي بيبقى هو نفسه لوك، وبيفضلوا يستجوبوه عن مكان مية، لكنه بيستفزهم وبيقول لهم انهم مستحيل يلاقوها وان ماكس هيلاقيهم وهيلاقيه وهيقتلهم هم الاربعه. لكن بيفتح كلاندن الجاكيت بتاع لوك وبيخليه يشوف القنبله اللي ركبها على بطنه. فبيخاف لوك جدا وبيقول لهم على مكان مية وبيوعدهم انه هياخدهم ليها، وبيركب معاهم العربيه وبيوصلوا للمكان اللي بتبقى مية محبوسه فيه. في الوقت ده بتبقى مية ما استسلمتش وقدرت تفك ايديها من خلال حديد السرير، وبتستخدم التوكه بتاعتها وبتقدر تحفر حوالين الشباك. وبيقتحم زاك وبراندن وكلاندن المكان وبيوصلوا للغرفه اللي بتكون مية فيها، لكن بيكتشفوا انها هربت. وفي الوقت ده بيعرف ماكس من كاميرا المراقبه ان رجالته اتقتلوا، فبيطلب من باقي العصابه تقتل اللي قتل رجالته حتى لو كانوا الاف بي اي نفسهم. وبيوصل رجاله ماكس للمكان وبيحاصروا زاك وبراندن وكلاندن، وبيتصاب براندن في دراعه فبيخليهم ديكلان يهربوا من نفس الفتحه اللي بتبقى مية خرجت منها. وبعدها بيرمي قنبله في الغرفه وبيخرج بسرعه. في الوقت ده بتبقى مية فعلا قدرت تهرب وبتلاقي نفسها قدام السكه الحديد، وبتفضل تجري لحد ما بتوصل للشارع الرئيسي وبتلاقي عربيه الراجل عجوز وبتركب معاه، لكن لسوء حظها مش بيكون معاه تليفون، بس بيوافق يوصلها لمركز الشرطه. وفي الطريق بتيجي عربيه ماشيه بسرعه جنونيه وبتخبط عربيه الراجل العجوز، وبينزل منها ماكس وبيقتل الراجل تماما وبياخد مية للعربيه من تاني، وبيكون عارف مكانها بسبب جهاز تحديد المواقع اللي بيكون في جسمها. وفي مركز الشرطه بيتصل المسؤول عن جيمس وبيبلغه ان الادله مش كافيه لاطلاق امر بالقبض على ماكس ورجالته، وبيطلب منه يكتفي بالمخبرين. وبيعرف جيمس ان الشرطه متواطئه مع ماكس وعصابته، وبيرجع براندن وديكلان وزاك البيت، لكن فجاه بيلاقوا البيت متدمر وبيشوفوا جيس وهي مقتوله، وبينهار براندن وهو شايف مراته ميته قدام عينيه، وبيقرر انه ينتقم من العصابه اشد انتقام. في الوقت ده بتبلغ المحققه الشرطي جيمس باللي عمله براندن وديكلان وزاك، وانهم بقتلهم لرجل العصابه بقوا متورطين في الجريمه بتاعت القتل ولازم يتقبض عليهم، وبتساله لو بيساعدهم. فبيقولها جيمس انه بيفكر فعلا يعمل كده، لكنها بتقول انه هيتعاقب لو عمل كده، لكن بيظهر ان جيمس مش فارق معاه بعد ما بيكون عارف ان رئيسه نفسه متواطئ مع ماكس وان مفيش اي فرصه للقبض عليهم. وفجاه بيجي لهم بلاغ بموت جيس، وبيجي براندن وباقي المجموعه لاسم الشرطه وبيقول لهم جيمس انه طلب منهم ما يتدخلوش وانهم هيتقبض عليهم مش هيقدر يساعدهم بحاجه. فبيطلب منه داكلان مهله واحده بس وانهم هيقوموا بكل حاجه بنفسهم، وبيوافق جيمس فعلا وبيديهم مهله 24 ساعه وبيقرر انه يساعدهم. وبيعرف داكلان من جيمس ميعاد تسليم الشحنات واللي هيكون فيها البنات، وبيجهزوا نفسهم لاقتحام المكان. في الوقت ده بيبقى ماكس ورجالته بينقلوا البنات لصناديق خشب وبيحطهم في عربيه، وبتكون مية من ضمنهم، واول ما بتدخل الصندوق بتحاول انها تفك ايديها. في الوقت ده بيوصل براندن والباقي المكان مية وبيبقى معاهم بندقيات القناصه، وبيرموا قنابل الغاز عشان تمنع ماكس وعصابته من الرؤيه، وبيبداوا الهجوم وبيقدروا يسيبوا ماكس وبيقتلوا كل رجالته. في الوقت ده بتقدر مية تفك ايدها وبتخرج من الصندوق بعد ما بتفتحه برجليها، وبتشجع باقي البنات عشان يعملوا زيها وبتساعدهم، وبيفتح داكلان باب العربيه وبتخرج مية وباقي البنات. وبيجي جيمس والمحققه بعربيه كبيره وبياخدوا البنات كلهم، وبيبقوا لابسين اقنعة عشان ما يتورطوش في اللي بيحصل، وبياخد داكلان اخته مية وبيركبوا العربيه وبيرجعوا اخيرا للبيت، وبيبقوا مستعدين ان الشرطه تيجي تقبض عليهم في اي وقت. وفجاه بيظهر نور عربيه من بره البيت وبيحاصر رئيس ماكس وباقي العصابه البيت وبيهجموا عليهم. فبيهرب داكلان والباقي للقابو وبيلبسوا الزي المضاد للرصاص، وبياخد كل واحد فيهم وضع معين عشان يمنعوا اي حد من الدخول، لكن براندن بيتصاب اللي بيبقى عايز ينتقم باي طريقه، وبيخرج من البيت وبيكشف نفسه للعصابه وبيتصاب بطلقه ثانيه وبيساعده زاك وبيخليه يدخل البيت، وبيقدر داكلان يقضي على باقي العصابه. في الوقت اللي بيبقى براندن قاعد على الارض
الارض وهو بينزف وبيراقب الباب، وفجأة بيدخل واحد من العصابة وبيضربه بطلقة تانية وبيقتله. وبينهار زاك لما بيشوف براندن وبيبقى متصاب، لكن ميا بتنقذه وبتهجم على رجل العصابة وبتطعنه في بطنه. وبيجي داكلان يقتله، وبينهار اول ما بيشوف اخوه هو ميت قدامه، وبتيجي الشرطة تقبض على داكلان وزاك. وبعد فترة بيتجوز زاك ميا وبيخلفوا طفل بيسموه براندن، واللي بيبقى مثل للاخ اللي ضحى بحياته عشان ينقذ اهله، وهو ده معنى العيلة الحقيقي. وفي اخر مشهد في الفيلم بيقرر جيمس انه يستقيل من الشرطة بعد ما بيكتشف فسادها، وبيروح للمكان اللي بيبقى فيه ماكس وبيقتله بنفسه. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.